انا خايف اقول ان الدكتور حسام حسني معانا مره ثانيه عشان اتاكد اذا كان معانا على التليفون ولا لا. الو مساء الخير يا استاذ شريف. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه يا فندم. الله يسلمك يا استاذ شريف، ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كنت بحاول اعمل اللقاء فيرتشوال مع ترامب بس فشلت. طمنا على الوضع دلوقتي، لان احنا شايفين الاختلافات بتبقى عشرات كل يوم المتوسط و العالم كله عمال يزيد. ممكن تحرك تشرح لنا الوضع في مصر؟ احنا لقينا كل فتره كده بنلاقي ان الناس ابتدت تستهتر او تستخف، فبيبقى من المهم ان احنا ايه نصحصحهم ونقول لهم الوضع الحالي في مصر اهو والوضع في العالم اهو. اشكرك جدا يا شريف، ان احنا فعلا دي مرحله اللي احنا لازم نرجع تاني ناكد على كل المصريين ان احنا اذا كنا في مرحله سيطره وان احنا قدرنا نسيطر على الاعداد ونسيطر على بالوعي الناس، وكان الهدف الاساسي في السيطره وعي الناس، لكن في عامل داخل علينا عامل جديد اللي هو تغيرات الجو. تغيرات الجو وخصوصا في فصل الخريف والشتاء بتؤدي الى نوع من النقص المناعي او اللخبطه المناعيه فتنشر فيها الفيروسات. أيوة. واحنا داخلين في مرحله بتنشر فيها فيروس الانفلونزا، واعراض فيروس الانفلونزا من الصعب جدا ان احنا نفرقها عن اعراض الكورونا، وان هيبقى العامل الوحيد ان احنا نفرق بينهم هما الاثنين هو التحاليل والفحوصات. فعشان ما نخشش في هذه المهاترات لابد يكون عندنا حاجتين: وعي تام واجراءات احترازيه في منتهى القوه اللي في الدنيا ما ينفعش ان احنا نهزر فيها. والجزء الثاني ان احنا بننصح كل الناس ان اي حد كان بياخد ماسك انفلونزا قبل كده اصبح لازم جدا. دي نقطه مهمه يا فندم، علشان في ناس كتير اللي كانت بتاخد المصل مش عايزه تاخده السنه دي، يعني الناس اللي متعوده انها تاخد المصل مش عايزه تاخده السنه دي. حضرتك بتقول انه مهم جدا انه الناس تاخد المصل السنه دي بالذات. هذكر حضرتك السنه اللي فاتت ان مصر انفلونزا السنه اللي فاتت اتاخر شويه في نزوله. كويس؟ ايوه. السنه دي وزاره الصحه المصريه نظرا لاهميه الموضوع ده واهميه لقاح انفلونزا واهميته الشديده اصبح من اللازم ومن الواجب ان يبقى متوفر، فعشان كده اتوفر المصل من دلوقتي. يعني دلوقتي حضرتك لو رحت هيئه المصل واللقاح هتلاقي المصل الانفلونزا متوفر نظرا لاهميه هذا الموضوع بشده، لان اصبح الموضوع ما فيهوش هزار ان عشان ما نحملش المصل ده. يا فندم بيمنع الانفلونزا تماما ولا ممكن تيجي بس يخفف من اعراضها جدا؟ ما فيش حاجة هتمنع المرض تماما، يا إما هيمنع المرض تماما على الأقل هيقلل حدة المرض وحدة أعراضه. أيوه. دي على حسب، لأن هو دايما القصة كلها بين المناعة والفيروس. وإحنا بنحاول إن إحنا نخلق مناعة افتراضية بإن إحنا ندي المصل فنعمل أجسام. طب في مقدة. أي فئات ممنوع إنها تاخد المصل؟ لأنه برضو الكلام ده على الإنترنت بقى كتير.